طب ما انا احمد على التليفون بقى. يلا بينا. يلا بينا. الو احمد. الو مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. طبعا احمد سمير مدير مسرح بلا انتاج. حلو قوي الفكره، وحلو كمان الاسم، وحلو كمان الحلم بتاعك ده، ان هو بقاله ما شاء الله سنين وسنين ولسه انت هو مستمر عليه. كلمنا يا احمد كده يعني عن الفكره، بدات ازاي، والحلم هنا برضو بدا معاك ازاي؟ اولا بشكركم جدا على الاهتمام، يعني احنا متعودين منكم دايما الاهتمام بالافكار دي. بنبحث عن الدعم دايما، وانتم دايما بتغطونا وبتدونا الدعم الاعلامي المطلوب. انا بس عايز اوضح نقطه تنظيميه، هي الفكره في الاساس ترجع للمؤسس الدكتور جمال ياقوت، استاذ التمثيل في جامعه اسكندريه وحاليا في معهد الفنون المسرحيه في القاهره. تمام. بمشاركه الفنان الراحل الممثل الجميل احمد راسم. انا كنت من المؤسسين معاهم، وكنت بعمل حاجات كتير جدا في المهرجان. انا السنه دي اول سنه مدير المهرجان، ده بس توضيح كنا ايه نقوله. الفكره بقى جت، مش هنقدر نقول ان احنا قمنا الصبح حطينا الفكره، لان حضرتك عارف الحاجات دي بتتبلور مع الايام ومع الشغل ومع المجهود ومع الانتاج. مظبوط. فهو ما بداش كده طبعا، والموضوع بدا ان احنا كنا شغالين في قصر ثقافه التذوق، قصر تابع لوزاره الثقافه، وكان في ممثلين كتير وفي مخرجين كتير، والمواقع الثقافيه عاده بتنتج عرض او اثنين في السنه. ففكره ان العرض او الاثنين اللي الدوله بترعاهم او بتنتجهم بانتاجات كبيره نسبيا، مش هتقدر تستوعب حوالي 100 او 200 فنان في الموقع الثقافي. فهنا جت الفكره، طيب احنا ليه نستنى الدعم الكبير، وليه نستنى الميزانيات الضخمه عشان نقدم فننا؟ تعالوا نعمل عروض فيها خيال، فيها رساله، فيها تفريغ لطاقات الشباب الموهوبين من غير انتاج، من غير فلوس، مش عايزين فلوس. حلو. كانت فكره يعني جامحه شويه ساعتها، لكن لما اتطبقت طلعت نتيجه مبهره جدا. بقت الناس جايه تشوف، عارفه ان هي هتشوف حاجه فنيه، بما ان احنا ما عندناش انتاج يعني، اذا انا هاجي احس بالموضوع وهاجي بموهبتي بس. طيب احمد، ما تقربنا للموضوع اكتر، وعايزين نحط برضو المشاهدين في الصوره، يعني فكره انه هو مسرح بلا انتاج، يعني معنى كده زي ما انت بتقول انه امكانياته الماديه قليله شويه، مش بيعتمد على الماديات الضخمه اللي اي مسرح او اي عمل فني بيحتاجها، ولكن ازاي بقى الفنانين بيعتمدوا على خيالهم ان هم يقدروا يقدموا عروض، وايه هي اهم العروض اللي اتقدمت لحد دلوقتي؟ تمام. هو طبعا المصطلح ممكن يعمل لبس طبعا كبير لغير المختصين بالعمليه المسرحيه. احنا لحد الدوره السادسه او قبل ما يبقى المهرجان دولي، كان فعلا العروض كلها بلا انتاج تماما. يعني ممكن حضرتك تدخلي تشوفي عرض تكتشفي ان انتاجه مثلا 40 50 جنيه. فكان الموضوع مضحك، بس الافكار اللي على المسرح تسوى ملايين. كنا فعلا بنعمل كده، يعني اللي كان عنده اي فكره بيحاول يدور، طب ممكن اجيب ايه من البيت، ممكن اجيب ايه من اعاده تدوير المخلفات، ممكن استخدم ورق اعمل بي ايه، فيديني كمشاهد انطباع ان في مثلا مطر، مش عارف الحاجات دي كلها. الحاجات دي بتبقى حلوه على المسرح. بعد الدوره السادسه بقى المهرجان دولي، فبقى في عروض بتيجي من بره مصر، هي للاسف عروض منتجه. مش هنقدر يعني، المهرجان اسمه كبر في الخريطه الدوليه، فبقى في عروض منتجه، بقى في المعهد المسرحيه بيشارك، بقى في جهات ضخمه بتشارك معانا. فبقينا نلعب على الجائزه بتاعت الحلول الخلاقه، اللي هي اكبر جائزه في المهرجان دي، بنديها للعرض اللي بيطبق الفلسفه الاولانيه بتاعت المهرجان، العرض اللي فيه افكار من غير فلوس على المسرح كتير. طيب احمد، انت طيب احنا دلوقتي اتكلمنا ممكن يكون عن السنين اللي فاتت كلها في المهرجان، طب دلوقتي المهرجان بقى في يعني في السنين اللي جايه، ايه اللي اتطور فيه او ايه اللي بقى احسن؟ وهل هيفضل دايما في اسكندريه ولا ممكن تخرج بيه بره اسكندريه؟ هو المهرجان الحمد لله كل سنه بيتطور، يعني بنتعلم من اخطائنا وبنطور نفسنا. يعني السنه دي احنا عندنا فعاليات جديده اول مره تحصل، زي الندوات الفكريه. النهارده كانت ندوه الفنان العظيم خالد جلال في مكتبه اسكندريه، وكان عنوانها يعني دور مركز الابداع في تفريغ النجوم في مصر زي ما حضراتكم عارفين. بكره عندنا ندوه مع استاذ احمد تمام وهو كاستنج دايركتور، دي حاجه جديده اصلا، بيتكلم عن ازاي ممثل المسرح يوصل للكاميرا. عندنا ندوه ثانيه مع بالظبط، عندنا ندوه ثانيه مع دكاتره من المعهد، دكتور ايمن خشاب، دكتور ابو الحسن سلام، عن استعراض بانورامي كده لتاريخ الاكاديميات بقى اللي في مصر. في ناس كتير ما تعرفش ان مصر الحمد لله
من اكتر الدول اللي فيها اكاديميات فنيه في الوطن العربي. احنا عندنا في جامعه اسكندريه، في القاهره، في عين شمس، في حلوان، كل دي اكاديميات فنيه بنستعرض ده كله. ده كله في اطار ندوات اول سنه مثلا تحصل النهارده، فهنعتبر ان ده تطور. معانا ورشه للفنان الجميل امير صلاح الدين، ورشه ارتجال. في طبعا العروض الجديده بتاعت السنه دي كلها بنحاول نطور ده. عملنا شويه فعاليات، يعني السنه دي مثلا اتفقنا مع وزاره الاثار والسياحه ان هي الوفود اللي عندنا، احنا عندنا حوالي 100 اجنبي مشارك في المهرجان، هنعمل لهم جوله سياحيه مجانيه على كل معالم اسكندريه. دي حاجه بنشجع بيها البلد وبنشجع بيها سوره مصر في الخارج. عظيم جدا. طيب احمد، انا يعني مؤمن جدا بفكره ايه، ان الموهبه دايما هي اللي بتكسب. الموهبه دايما هي اللي بتثبت نفسها، وفي الاخر خالص لا يصح الا الصحيح. بالظبط. يمكن برغم الظروف الصعبه، برغم ان مفيش انتاج بشكل كبير، الا ان برضو المحبين دايما هتلاقيهم موجودين بيعملوا احلى حاجه عندهم، علشان خاطر يعني من الاخر كده هو مش مستني الفلوس دلوقتي، هو بيقدم نفسه وبيعمل حاجه هو بيحبها والاذى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. قول لي كده، فصص لي الموضوع معاكم ماشي ازاي. يعني هل انتوا عندكم مثلا قسم خاص للكتابه، التاليف، قسم خاص للممثلين، قسم خاص للاخراج حتى؟ يعني هل انتوا كل ده يعني داخل بقى في مسرح بلا انتاج، ولا بس انتوا دوكم بيقتصر على الممثلين مش اكتر؟ احنا اللجنه العليا للمهرجان فيها تخصصات كتير، يعني استاذ ابراهيم الفرن رئيس المهرجان هو من اهم الناس اللي بتصمم اضاءه مسرحيه في مصر. انا مخرج مثلا، معانا ممثلين، معانا مصممين دعايه، كل الحاجات دي. لكن في الاخر احنا دورنا في مهرجان مسرح بلا انتاج ان احنا بنوفر افضل بيئه ممكنه علشان الفنان يعرض افضل منتج فكري عنده. تمام. يعني احنا بنشوف احسن مسرح ممكن يعرض فيه، ونجيب له احسن اضاءه، احسن صوت، احسن وقت، احسن جمهور. هو ما عليه الا ان هو يطلع على الخشبه يقدم الفن بتاعه. ده دورنا الاساسي فيه. حلوة. طيب أحمد، يعني هل في شروط معينة لأنه أي حد حابب يشترك في المسرح ده أو في الدورة أو في المهرجان، هل بتشترطوا حاجات معينة؟ يعني مش هقدر أقول في اشتراطات، لكن مثلا إحنا لما بنستضيف عروض من أجنبية من بره، إحنا برضو معانا ميزانية مش ضخمة. يعني وزارة الثقافة بتدعم المهرجان بالإقامة بتاعت الوفود، ميزانية مش ضخمة، فغصب عننا بنبعد العروض اللي عددها كبير. يعني احنا مش ما عندناش رفاهيه ان احنا نستقبل عرض مثلا فيه 60 ممثل، عشان لازم طبعا نضيفهم في فندق محترم يليق بمصر، اقامه يعني كامله. فبنحاول نجيب العروض اللي هي ايه 3 4 5 6 7 ممثلين. ده مش شرط، بس ده حاجه ايه داخليا كده بننظمها. طبعا العروض كلها بتبقى خاضعه للقوانين العامه اللي في البلد يعني. لكن شروط كشروط، لا ما فيش اي شروط، وكل واحد بيقدم اللي هو عايزه، احساسه اللي هو عايزه، فكره، فنه اللي هو عايزه. طيب احمد، انت دلوقتي بص، احنا انت اكيد عندك طموح، يعني خصوصا 11 سنه انت مستمر على الموضوع، مش عايز تستسلم، وطبعا الموضوع اثبت نجاح كبير جدا. ايه طموحك في الوصول بالمهرجان ده؟ يعني عايز توصل بيه مثلا ان هو يعني اسمه ممكن يتغير في يوم، يبقى مثلا بدل ما كان مسرح بلا انتاج مثلا مسرح بانتاج مسرح بانتاج مثلا بلا انتاج سابقا بين قوسين مثلا، فممكن يبقى عندك مثلا طموح معانا، ايه هي مثلا؟ والله بص هقول لك، احنا اكيد طبعا عندنا طموح، لكن احنا في الاخر الموضوع ده كله علشان يحصل فكره تبادل الثقافات بيننا وبين العالم الخارجي. بالظبط. فاحنا طول ما بنعمل ده بنطوره، بنحاول كل سنه نجيب دوله جديده. يعني السنه دي كانت هتبقى معانا سوريا لاول مره لولا ظروف خارجه عن ارادتهم. كل سنه بيبقى معانا دوله جديده من اوروبا، من بنحاول نجيب لاول مره دوله من امريكا الجنوبيه عشان نشوف الثقافه بتاعتهم وهم يشوفوا الثقافه بتاعتنا رغم صعوبه الموضوع. فده الهدف الاساسي، ان احنا نفرج الشعب المصري والفنانين اللي في اسكندريه على انتاج وافكار العالم الخارجي، علشان نكسر حاله الانغلاق الفني دي. طبعا الناس تشوف العالم كله. طيب. وده توجه يعني الدوله المصريه بتاخده، واحنا بندفع في ده معاهم. اخر حاجه يا احمد بس، معلش قبل ما فاروق يختم معاك، لو جه كده منتج فني او شركه انتاج كبيره او سبونسر كده قال لك انا يعني هدعم المسرح والانتاجات الفنيه اللي بتطلع من المسرح ده بامكانيات كبيره جدا، هل ساعتها هيبقى مسرح بلا انتاج فعلا؟ وهتوافق ولا لا؟
مش عارف، سؤال صعب جدا. بس هو احنا لو رجعنا للاصل، هو الموضوع اصلا احنا كلنا شغالين بشكل تطوعي. يعني احنا كلنا ده مش مصدر دخل لينا او ده الشغل طبعا بتاعنا. بالعكس احنا بيعتبر بنصرف عليه معانا بسبب حبنا للفن وفكره العمل التطوعي، ان كل انسان مهما كان شغال ايه دايما تلاقي جزء في حياته كده عايز يخدم المجتمع. مظبوط. عايز يخدم يخلي المجتمع والبلد افضل. فاحنا مش هدفنا من الاول الهدف الربحي، عشان احنا بنعرف نعمل فن نجيب منه فلوس، لكن مسرح بلا انتاج ده معمول لازم يفضل. احمد شكرا. شكرا جدا ليك يا احمد. الخط قطع يعني بالصدفه، لكن في الاخر هي فكره محترمه جدا.